كما بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء برقيه تهنئه الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه بمناسبه الاحتفال بذكرى ثوره يوليو المجيده وعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والنماء مشيدا سموه بعمق العلاقات الطيبه التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين على كافه الأصعده